كيف يعني؟ يعني طلب القرض مالك مرفوض. طلبي مرفوض؟ ليش؟ لأن المدير ما اقتنع. ليش هو يقتنع؟ راتبي يتحول معكم، خذوا قسطكم وفائدتكم، حتى ما سألتكم كم الفائدة. بس المدير لازم تقنعه ليش انت تريد طلب القرض، وانت حضرتك كاتب اني اريد اسافر بخارج البلد سياحة. كيفي؟ عساني اخذ الفلوس وحرقن، هو ماله؟ يونس ايوه تفضل خذ الطلب وروح مع المدير. خير ولا شيء، بس يريد يطلع لك روحك. تفضل. عيسى. نعم. البطاقة منتهية والمدير ما وافق على تجديدها. نعم. ليش يعني ما أدفع؟ تدفع، ما قلنا ما تدفع، بس المدير طلب مني كشف حساب على الفيزا، وما عيبته حركات الحساب. ما عيبته لنا حركات الحساب، إنما هذا المدير روحه حركات. من ذي الناحية رايح حركات. تفضل. ليش جالس تحولهم عند المدير؟ خليه يعرف معاناتنا مع الناس. لو ان ابو الشباب عادي عنده، بتشوفيه ساحبنهم غرفة ليش واحد واحد. بروح اساعده وانا طالع. حسونه، لا تنسى تشوف لي موضوع طارق، صار له كم شهر راتبه ما ينزل. طارق استقال من شغله وراح يشتغل في شركة ثانية، واشترط عليهم ان راتبه ما يتحول للبنك، يستلم راتبه من الشركة. بس على من؟ وشو سويت؟ انا سمعت انهم مرتاحين له في العمل. انا وصلت رسالة بالفاكس الى مكتب المدير بالغلط، والمدير راح يقرأ الرسالة بالغلط، وبنشوف موقفه بعدين. استلمي. وين حسن؟ اكتب تعهد بالسداد، صار لنا كم نتصل فيك وانت ما ترد حضرتك. اصلا ارقامي كلها متسحبه من التلفون. تليفوني انسرق، تليفوني خربان، غيرت ارقامي، امتسحت الارقام. سوي صح على رقم 4. هذه رسالة تحويل الراتب من الشركة، وهذا التعهد. وادفع قسط واحد لو سمحت. بس ممكن طلب؟ ممكن تحسن صورتي في الدوام؟ أكيد راحت بالغلط. ادفع أول قسط لإثبات حسن النية. حاضر. أدب. هذه ما حاجة، الناس ما عندها. إذا كنا إحنا اللي نشتغل في البنك ما قادرين ندبر أمورنا، كيف على هذولاك المساكين؟ متى بس هذا المدير يغير من أطباعه؟ يا أخي ما صارت راس على الناس رصة. اللي باغي يشتري مزرعة قال هذه كماليات، واللي باغي يسافر وعليلة ويغير جو ما راح يعطيه سلفة، واللي باغي يشتري سيارة قال هذا لعب. يا أخي أنت مالك ومال الناس يا أخي؟ ما صح بيت؟ تسمعني؟ ها؟ تكلمني؟ وين الدرب؟ وين باغي تروح؟ البيت؟ هنا. يونس! يونس! من منكم يونس؟ وليش ما تتكلم؟ أنا؟ إيش موضوعي؟ موضوعك ترد سلفة. ليش؟ تعال تعال وبنذكرك ليش. هي ضرورة الفيزا؟ إلى متى يعني؟ إلى متى؟ نحن عندنا حالكم فكرة. صبر يا بوك، ما بقينا شيء وما سويناه، ما بقينا شيء وما جربناه بلا فايدة. سمعوني، المدير ما يحب القروض الشخصية. معلوم، بس يشجع القروض اللي منها فايدة. يوار بالله،
اصلا شيء قروض منه فايده وقروض ما منه فايده. تسمعني ولا كيف؟ انتوا جمعوا لكم كم شخص من الحاره ودخلوا مع بعض في مشروع على الورق. قصدهم انكم تشتركوا مع بعض وتدوروا لكم احد يسوي لكم دراسه جدوى. وتعالوا البنك وفتحوا الموضوع حال المدير، وبعدين خلي البنك هو اللي يمول مشروعكم. ومن يطلع عن فلوسكم ضربوهن وقولوا حال البنك ان المشروع فشل. انا ما فهمت غير هذه الاخيره، من يطلع عن فلوسكم ضربوهن. وبنضطر نحول قرضكم التجاري الى قرض شخصي، كل واحد ونسبته. عاد انتو سويوا بو تسويوا، ما علينا شيء، ما مشكلة. مرمون انت فاهم كل شيء؟ هو من ناحية اني فاهم ما فاهم، لكن احنا نسوي عمالنا كنا فاهمين ولا توكل. انا يلا معكم انا، بس ايش سالفة؟ ياكم مدير المشروع. انا خبرة ادارة مشاريع 17 سنة. ازين فهموا هالموضوع، خبروها كيف السالفة، بس ها ما تخبروا حد سر. ولا حد يعرف سر يعني سر. ايش رايش تطلعي في الطاولة وتبغي بعلى صوتش؟ لا بس سيف. نعم سر. أنا تعبان وبغى أطلع إجازة. لا 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 لا، اسمح لي، هذا لليومين ما أقدر أعطيك إجازة، عندنا شغل واجب. والله عليك أستاذ، وش تبغى أرد عليك يعني؟ بغيت أفضفض لك بس شكلي غلط في العنوان. تفضل أستاذ قول. بخير؟ سمعتك تقول تريد تفضفض لي. يكلمني أنا، باغي يفضفض معي أنا، يفضفضني أنا، دبي له في الشارع يلا. تفضل استاذ، فضفضني على كيفك. من هذا؟ هذه فطوم. من فطوم؟ فطوم، ام فطوم، ابو الحمام. هو ما شاء الله. سيف كيف حالك بقى؟ الحمد لله خالتي، كيف حالك انت؟ الله يعافيك. هذا المدير؟ هي هو. حياك خالتي حياك، تفضل. هلا مرحبا. الله يسلمك يا ولدي، تبارك الله ما شاء الله. ما عرفتك، ولادنا كبروا. عرفتني؟ عفا كيف ما عرفتش؟ تفضل خالتي تفضل. والله احنا اللي مقصرين. تفضل. هتذكر يوم انا وولدش نلعب معكم في البيت هناك. تعال يلا. انت البركة، استريحي. اتحيد يا ولدي. اتحيد يوم انا لاي عقب المخمة على كبر ذيك الحارة. وعاد ما سالفة يوم طاحت الكورة في ملة المرق. وشخطك على ذيك الشخطة على ظهرك ها؟ وبعدك تقول ما انا. ترى ما انا اللي طيحت الكورة في ملة المرق ولدش. انت؟ والله ما انا. تراني انا وحدي شايفتنك بعيوني. ترى هني المشكلة، هني المشكلة. اقول لك انت. ما انا والله. خلاص خالتي عاد، الرجال اصبح كبير ما مال ضرب. انا. ايه ما انت عجب. أنا اللي يكبر يا ولدي ما يكبر على اهله. صحيح. اقول لك سير جيب لي المخبى. سمعتمو يقول؟ سمعت واعترف. عقب سير جيب المخمة. سير. لا ما يبغى له خلاص، رجال كبير عاد ما ضرب بالمخمة. قلنا لك سمعته. سير جيب المخمة بسرعة. انا اللي عاق الكورة في ملة المرق انا. بارك الله فيك، عقلك ابغاك. اقول بقى سيف خلصت الحاجة، سير انت، انا باغتنا في حاجة ضرورية وفي موضوع مهم. ان شاء الله خالتي. اقيد لي شيء تشربيه؟ احط على عمرك. زين رنجوز، ترى رنجوز زين. احسنت، شربه انت. اقول ولدي امري
ما يمر عليك عدو يا ولدي. أنا أقول يعني ما شاء الله تبارك الله، عاد أنت وصلت 30؟ والله حاس عمري كني في 50. أوه تعرف ليش يا ولدي؟ لأنك ما شايف الدنيا. أقول قالوا لنا أوين أنك خلصت دراستك ودخلت في غيرها وخلصت نوبل غيرها ودخلت في البنك، ومن دخلت أنت في البنك غرقت فيه، ومن البنك للبيت ومن البيت للبنك. حال مو هذا الشقة، حال مو هذه العيشة يا ولدي. والله حاس إن كأن البنك بيتي وهذا الموظفين هذا لأخواني، وحتى ما أحب أسير البيت، حياتي كلها هني. عشان كذا يا ولدي أنا جايبت لك الحل. هادي بصراحة أنا عندي حالك عروس، الله أكبر، حلوة 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 مرة طيرة. أنا لا من أشوفها يرتاح فؤادي. كيف عاد أنت؟ عروس حالي أنا؟ أنا ما أبغاك تقول شيء، الله يخليك ويطول في عمرك. أنا بس أبغاك أنك تدعي لي وتتذكرني بالخير يوم أموت. الله يطول عمرك خالتي، الله يطول عمرك. ها ما تقول شيء يا ولدي، أنا بس أطرشها تفتح هنا حساب عندكم كم الناس بس، وانت عاد شوفها وعاد سولف معها. خالتي أنا فكرة الزواج شالنها من راسي سنتين ثلاث قدام. خلي عنك انت هذا الكلام، يوم بتشوفه بيتغير الموضوع نهائيا. سمع مني أنا هذا الكلام. وليش أشوفها أصلا؟ إنسان خلاص لا تشوفه، أنا بطرشها تفتح حساب عندكم في البنك. بخليها تروح تفتح حساب مع أحلام. أنا بطرشها وبعطيها مكبة بخور من عندي، ولا أنت عاد ما تبغى من عندي شيء كبرت؟ لا حشا حشا ما قلت. يلا عقب أنا بترخص عنك بقى. بخلي سيفي وصلك. لا خلاص أحسنت مشكور، السيارة تحرسني برا. خلا بوصلك لبرا. تفضل. مشكور يا ولدي. تفضل. رد أنت سير مكتبك، أنا أحيد المكان، هذا مكاني. زين. الله يطول في عمرك. تفضل تفضل. السلام إن شاء الله. صدقتني الحين يوم قلت لك الخالوف الطوب زيارتهم بعادية؟ ومن يا ترى عاد هذه الحلوة؟ خليني بس أشوفها، إذا ما نتفت لها ريشة. ها أحلام؟ ها سرقي لي مكبة البخور. فكرة، أعطيني إياها. أنا أقول إنه لازم نجيب فكرة جديدة، فكرة يكون ما كمل خلق الأوادم بالبر، فاهميني؟ يعني أول ما نجي عند المدير ونقول له مرة يوافق على المشروع. عندي نفتح بنك. ياكم نبذي بالله عليكم، هذه فكرة؟ هذه توما نحن باين البنك، أي مولنا البنك عشان مشروع نفتح بنك. والله انتي دميرة، انتي دميرة. تهيدوا طشة تهيدوا، الرأي والشور عند يدي. هيش رأيكم نفتح لنا دكان مال سلفيات؟ صدقوني بيمشي، ترى النوع من المشاريع وايد مرغوب لي هاليومين، وايد ناس تطرب لي. أقول لك يا أخوي مرهون، أضمن لك وأبصم لك بالعشرة إني بنبيع سلفيات لين يوم الدين. أنا عندي فكرة، نفتح شبكة مال تقنية وأنظمة معلومات. والسكوت علامة الرضا. لا، هذه علامة عدم الفهم. أقول فراس، أنت أول خلينا نفهم الموضوع هذا مو قلت لنا إياه، وبعدين عندنا نفكر. أنا عندي فكرة. إيش رأيكم نفتح كوافة؟ الله،
الله الله على الأفكار. كوافير. كوافير يفيد اقتصاد الحارة. سمعوني، أنا عندي رأي. نفتح مدرسة خاصة في الحارة. مو بترى نحن ما عندنا مدارس في الحارة. ها مو رأيكم مو شوركم؟ هذه السكتة علامة الرضا. انتبه هني، بما ان المدير راح يتزوج لازم نشوف نقاط القوة الإيجابيات ونقاط الضعف السلبيات. أنا أشوف إن ما في نقاط إيجابية أبداً. إذن زواج فاشل. والله إحنا الفاشلين. مبروك. خلونا عيل نشوف النقاط السلبيات. المدير ما راح يهتم، أقصد ما راح يهتم في البنك. والمدام احتمال كبير تدخل في شغل البنك، يعني حرم المدير ومن عمرنا، يعني راح تقتلها الغيرة وتذبحها وتتم تراقبنا طول الوقت. اوه لو طلعت حلوة. الله لا يقول. تعال نشوف وش وصلتني. وصلتني صورة مدام المدير. يلا ايش حلوة، يلا جمالها، يلا رشاقتها، يلا بالعطر. شوفن شوفنا شوفن نيو نيو. يعني تحسبنا. البنك يمر بأزمة عاطفية. إذا خلونا نشتغل بالخطة باء. الخطة باء، بما إن البنت حلوة وجميلة وفيها مواصفات خليجية ومطلوبة في السوق بشدة، إذا صعب تطفيشها. بس شو البديل؟ أنا أشوف إن الموضوع معقد. إذا خلونا نحن نشتغل في المدير ونشوه سمعته عندها. حرام حنا، نفسك تقولي حنا. ويوم يتزوج المدير هذيك الساعة تعرفي وش يعني حنا. الله لا يقول. الله يقول. المدير اصلا معقد. يحب التعقيد. نفسها معقد، لا انساني. عاد مو الدرجة. فتصل بعمرش ولا طلعش برا. لا انساني. مو بحبوب. نفسها مادي جدا، غير رومانسي. يعني اذا كان مادي جدا يعني غير رومانسي. هي نفسها. انزين انا بقول شيء، انا اعرف وحده عندها خطيبها يحبها وايد، بس نفس الوقت ياخذ منها فلوس وهدايا. هذه مغامرات ابو زار وفانيله. سلمي علينا. نكمل نكمل. المدير ولد ماما. تمشي امه. بنات ما يصير كذي كلنا. يا سلام روح افكر. ساعدوني. انا خبره اداره مشاريع 17 سنه. كل ما اجيب لكم فكره انا وبدكم ما يعجبكم. اليوم نحن شكلنا ما بنخلص. ترى انا بن احنا زيانا ما عندنا خبر انها تستوي السالفه. كانت طويله وصعبه. ما هينا ذي. نحن باني شيء موضوع شيء ويضيع سهل بسيط ونفهمه. صح لقيتها. نفتح مشغل مال حرفيات، يعني نجيب شباب وبنات عندهم مواهب ونعطيهم اجهزه وادوات ونخليهم يصنعوا. يعني مع اني انا خبره اداره مشاريع 17 سنه بس ما فاهمه. يلا موافقه. المشكله من بيمسك المشروع؟ انا عندي واحده من ربيعاتي ما شاء الله عليها، شاطرة وماهرة وحلوة. موافقين. استاذ تنتظر حد؟ لا لا، بس في حد متصل فيه يقول بمر علي. تعرفه؟ لا. إذا كيف شكلها؟ شكلها أقصد. جيبي هاتي. خلاص خلي عندي، أنا بجيب عندك. إيش بلك استاذ؟ علامني متغير. ماشي حاسب تعب شوية. عموما بسير في وحدة هي تفتح حساب. ها؟
شبلاك استاذ، ترى عادي كلهم الناس تجي وتفتح حسابات. لا بس عادي خلها تمر علي. تمر عليك؟ ومن متى؟ حد موصلني على وحده. بس زوجها ما سأل عنك. زوجها؟ استاذ احمد، بغيناك موضوع خاص وسري جدا جدا. تمام، خلي غرفة ليش. لا ايه ما بيقدروا عليه هذا راسه يابس مدير احمد ذا. لكن ما عليك منهم، ما عليك، هذول شياطين الحاره يسووها يعني يسووها. انا اشوفهم تاخروا، الظاهر الموضوع جد. اقول احلام، اشوف هذه ما جات تفتح حساب، غريبه تقلب نفسها. احلام، اريد استماره طلب فتح حساب. شكرا. هي هذه تشبه زيانة، كان اختها. موضوعهم شكله تطور، بيفتحوا حساب. يعني تفكرنا ان احنا جالسين نلعب. بابا شوف توقيعي. انت تبصم مرهون. زين انا بغى اوقع. سير تو بندربك بعدين. سير. مرحبا. مرحبتين. وين افتح حساب؟ عندي. اين حساب تريد تفتحين؟ ايش عندكم؟ ايش عندكم؟ ليش لخداشة مطعم مثلا؟ هاتي بالاخر. وين كبة البخور اللي عندك؟ بخور؟ تعرفي فطوم الخطابة؟ مين؟ فطوم الخطابة. فطوم، ام ولد فطوم، راعي الحمام. المعلمة جديدة في الحارة، ما اعرف الا سارة. ما هي؟ معلمة؟ أيوة. نورت الحارة. جميل. ومتى نسلم الفلوس؟ أنتوا حضروا الدراسة بالكامل عشان نعرف بالضبط كم محتاجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ، أنا من رأيي الحد الحاضر تعطينا المتيسر، نمشي فيه أمورني. مصاريف تأسيس يعني اللي تسميه، أهم حاجة تعطيني شيء نمشي فيه أمورني. طيب، من مدير المشروع؟ أنا. خبرة إدارة مشاريع 17 سنة. في إيش بالضبط؟ طبعاً في بيع البيض والسمن. قريب، بس لو أشوفه واحدة أو واحد غيرك أحسن يعني. سارة عندها زميلتها ما شاء الله عليها، يعني فاهمة ومثقفة وحلوة، واحنا كنا موافقين عليها. زين خلاص، الاجتماع الجاي جهزوا انفسكم برزنتيشن كامل. ويبغى فلوس هذا؟ لا، جهزوا برزنتيشن. استاذ مثل ما شايفنا ترى احنا ستة انفار، منين يبلغ برزنتيشن؟ ما يستوي برزنتيشن. واجد مثقلة بنفسها، يمكن سمعت أخبارنا وخافت. أقول لشي هم وينزاح. مسكين المدير كاسر خاطري. وليش كاسر بخاطرك؟ متأمل فضول شباب وبس. بنات، إيه؟ خبر خطير جدا. خير. المشروع اللي مسيتنا زيانة وسالمين ومرهون صار جد. وشو نبهم إحنا؟ حبيبتي اسأليني من المدير. من؟ هي. معقولة؟ كيف؟ كيف؟ لأن سارة صديقتها هي اللي رشحتها. يا ربي، نسكرها من صوب وتفتح من صوب. وعريس الغفلة. حبيبتي ما شفتي حتى ما عارفينها، لكن لو تشوفي نظرات الإعجاب. بنات، كلنا هنا. من راح يدق علينا في حمام البنات؟ ما أعرف. احنا بنات. مرحبتين. سمعت اصواتكم احسن لي ادق الباب، مو كاسر في ديره المياه.
عساك ما تطلعين منها. فضل حبيبتي، بس اقول لك من تخلصين مري علينا احسن من اخلص البرزنتيشن، لان استاذ احمد ما يخليني. ما شفتوا اللي شفته؟ شفنا. وشفتوا وش صار؟ وش صار؟ جاتني مديرة المشروع الأستاذة ميثا وقالت لي أريد أتعرف عليك. هذيك الساعة خذت شهيق وقلت لها مدير التحصيل حسن. مدير؟ أنتوا تعرفوا يعني لازم أكبر من نفسي شوية. وبعدين قالت لي أنا سمعت عنك وعن أخلاقك. لحظة، سمعت عنك قلنا، بس سمعت عن أخلاقك وتجي عندك قوية هذي بصراحة. أصلاً هي ما صدت صوب البر، أول ما شافتني أنا استملت وقالت لي يا أستاذ من أين الطريق إلى دورة المياه؟ فأنا أشرت لها. المطبخ ودوكم ما ينظلع. خايفات اذا المدير تزوج بنت حلوه ومثقفه ومتعلمه طبعا بتتدخل في كل شيء وبتكون الا عليهم. الى المطبخ. نكشف الخطة كلها للمدير، أصلاً المدير راح يعرف إن إحنا ورا هذه الخطة. بحس النية أو نشوه سمعة ميثا، هذه هي الخطة جيم. مشروعهم ماشي صح، يعني لمتى؟ تراهم بيدقون الفلوس وبيخلونا. ما إحنا علمناهم فتحوا شركة وسووا دراسة جدوى وأوراق رسمية ورفعوا المبلغ وشلوا هذا وحطوا هذا. إيه ذكرتوني بأيام المرحوم، كان وحده يسوح على الناس كل هذه الأشياء، واللي ما يدفع يرفع عليه قضية ويخليها شخصي وطار الشر، صح؟ الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. إحنا لازم نعطيه سبب ليش سوينا كذا، وبعدين بنخبره عن مستقبل المشروع. أنا عندي الحل، نخبر المدير إن إحنا حبينا نعيد ذكرى المرحوم. أي شيء من ذكر المرحوم في البنك كبرتكم انسوه، ألف مرة خبرتكم، ألف مرة علمتكم، أنا تعبت ما أرتاح أطلع إجازة منكم. قلنا لك ماشي إجازة، كم؟ سلم من العين بس. أنا ما ألوم زيانة، ما ألوم زيانة وش اللي ألوم نفسي اللي واثق فيكم. أستاذ بس نحن خبرناك وصارحناك من قبل لا توقع المشكلة. أبا أعرف ليش؟ ليش إيش؟ ليش صارحتوني؟ كيف نطقتوا الحين؟ كيف نطقتوا صحة ضميركم؟ كيف واعترفتوا؟ يا أستاذ السالفة وما فيها. صبر. أيوة خالتي فاطمة. أيوة. إيه شفت الموضوع. إيه الفكرة حلوة، فكرة حلوة. إن شاء الله التنفيذ قريب إن شاء الله. ما هي. تمام. أستاذ الموضوع يكذب. أقصد شريك الكذبة. أي موضوع؟ إيه اللي قريب التنفيذ؟ هذه خالتي فاطمة تبغى تسوي دكان صغير في بيتها، وش فيها يعني؟ سوت لي لفة طويلة دخلت سارة بس عشان أوافق على الدكان. سارة متوافقة؟ معذبة. إيش رأيكم لو خدت الموضوع جد؟ لا أستاذ، لو ننسى ونسكت أحسن. ليش؟ مشجعة وممكن تفيدنا. ردينا. تخيلوا معي. أقول كذا قبل لا نتخيل، خلونا نسوي الخطة جيم. أستاذ لو سمحت. ميثا ما مناسبة. تتكلم جد؟ ليش؟ لأنها 7 مرات مسوي عملية تجميل و4 مرات تفصل خطوط. عادي. وبعد مزورة شهادتها. بس ذكية. بس لسانها طويل. علشان تكون مقنعة. أنا أبا أعرف ليش أنت مصر عليها؟ ليش؟ وش سبينا حط؟ من؟ مرهون ولا زيانة يعني؟ أنت في المشروع؟
وانتو وين؟ نحن في مصيبة فطوم الخطاب.